بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قرار ان الانسان يخش الانتخابات دي قرار كبير جدا. انت طبعا انت هتكون نائب عن الشعب، لازم يكون عندك ثقه في نفسك ان انت فعلا هتمثل الشعب. عشان الثقه دي تبقى كامله جدا، ابقى لازم اعرف ان القرار ده اخدته ازاي. اخدته لاني عديت نفسي ان انا اكون نائب مجلس الشعب. فاول حاجه قاعد يقول لك ايه، هو انت عندك امكانيات ماديه على الحمله الانتخابيه؟ طب تعرف نفسك للناس دي. يقول له احد، يقول له ايه، انا هديك يا خمس دقايق بسيط كده نعرف حاجات بسيطه. يقول له لا، اصل انا دخلت قبل كده وانا ليا ثقل في الدايره فمش هصرف كتير. واحد تاني يقول له لا، ده لسه اول مره ادخل فمحتاج اعرف نفسي. واحد مثلا لسه داخل اول مره فهتقول لك لسه عاوز ابدا اعرف نفسي، فيبقى تكلفتي غير ايه؟ تكلفه اللي دخلت قبل كده المجلس. في واحده مثلا بتعتبر من عائله معينه او من قبيله معينه تقدر انها ايه تاثر على، تقول لك لا اصل هم هيساعدوني. فاللي انا هقوله لكم، كل واحد استقلاليه بذاته، كل واحد معاه امكانيات ماديه ممكن يعمل حمله انتخابيه كبيره جدا. واحد معهوش امكانيات ماديه بسيط او يعمل ايه، اقول لكم يعمل ايه. واحد يقول لك لا مش مهم الفلوس عندي، انا هشتغل وهعمل وهعمل بروباجندا ليا كبيره جدا، اكسب ما اكسبش انا هعمل عشان اسم حاجه ثانيه. كل واحد داخل ليه ايه هدف. طيب اهم شيء في اي شيء في الدنيا كل حاجه يقول لك موازنه. يعني ايه موازنه؟ في موازنه وميزانيه. الموازنه يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي انا هقدرها هيجي لي كام؟ تقديريا وهدفع كام؟ اللي انا قدرته تقديريا. واحد يقول لك حتى اقصى 500,000، انا هيجي لي 300,000، ابدا حمله ب 100,000، واحد يقول لك ابدا حمله ب 50,000، واحد يقول لك ابدا بحمله ب 10,000 واجيب تبرعات. كل واحد ليه ايه؟ لاسلوبه وليه ايه؟ ولادارته. لكن في حاجات اساسيه. في حاجات ايه؟ اساسيه. الاساسيه اللي انا هقولها لكم ديت هنقسم المرحلة إلى 5 مراحل، وكل مرحلة نحسب لها إيه؟ فلوس. وأنت كل واحد حسب إيه؟ شطرته مقدرته وشطرته. إزاي في إدارة المعركة دي؟ طب أنا عشان أخش انتخابات يبقى هيحصل إيه؟ لازم الاسم بتاعي يكون متلمع في أماكن معينة ومعروف ده مين؟ طبعًا. واحد يقول لك أنت حضرتك مين؟ أو أنت فكرك إيه؟ أو أنت عايز تقول لنا إيه؟ يبقى أول حاجة لازم أعد نفسي أنا إن أنا أبقى مؤهل، إن أنا إيه؟ أحط اسمي ان انا ابقى مرشح. بعد كده عدي الناس اللي هتشتغل معايا. كلام عام، وبعد كده هنفصصه. وبعد كده المجرات اللي هقعد فيها فين؟ طب الدائره بتاعتي دي مدينه ولا قريه؟ ولا مدينه ولها قرى؟ ممكن مثلا مدينه كبيره ولها 8 احياء، وكل حي مثلا ليه حوالي 5 6 قرى. يبقى انا عايز لي مثلا حوالي 5 مقرات. عايز لي مقر رئيسي في الاول، اجيب في ناس قاعدين كده، اه ده مقر الاستاذه المرشحه كذا. خلاص في 5 مقرات فين بقى؟ في كل حي مقر. مثلا عندي 5 احياء في كل حي مقر، اه دي مقر المرشح كذا. طب الحاجات دي كده ولا عايزها بايه؟ فلوس. عايزها فلوس. يبقى هعرف. طب المقر بتاعي ده لو في الزمالك زي المقر بتاعي في مثلا في الدهريه؟ لا. يبقى دي ليها قيمه ودي ليها ايه؟ ودي ليها قيمه. المرشح بتاع حي راقي جدا غير المرشح بتاع ايه؟ الاريان. زائد ان انا لما اجي اعمل ندوه اعملها فين؟ في مؤتمر، في مكان فخم، فاضطر اجيب حاجه الساعه غاليه، ولا اعمل ندوه صغيره كده واجيب حاجه ساعه بجنيه واجيب شاي. الكلام ده كله انا عامله في ايه؟ فرق على راسك كده الزمن. كل حاجه لو عملت ندوه هتبقى هتطلب منك شاي وقهوه وناس وكذا 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 ولا بد دلوقتي. طب نتكلم بقى دلوقتي، نبدا نتكلم ازاي احسب حسبتي. وبعد كده كل مرحله تعمل ميزانيتها. ميزانيتها يعني ايه؟ تجيب الناس اللي معاك. انا كنت مديك 20,000 جنيه ولا مديك 10,000 جنيه، عملت بيهم ايه؟ يقول لك اه انا جبت مقر واديت له واحد، وجبت عربيه واجرنا عربيه وسيبنا ميكروفون وقعدنا نبدا باسمك وصرفنا كذا. يبقى لازم بعد كل مرحله تعمل ايه؟ ميزانيه. ميزانيه يعني ايه؟ اديتك كام وصرفت كام كشف حساب بيني وبينك. هنقسم المرحله الانتخابيه لخمس ايه؟ مراحل. نبدا كل مرحله على حده كده ونتكلم عنها. تلاقي في المنزل عندكم الكلام ده كله. طب حضرتك بتقول ايه؟ بتقول لك اعرف انت فين؟ طب انا دلوقتي عايز اعمل مقياس لكل حضراتكم كلكم. انا سمعت دلوقتي حتى يمكن وانا طالع في الاسانسير في مثلا زميله لكم من مثلا من ابلي او حاجه من كده. من ابلي. يعني مثلا دلوقتي وانا طالع الاسانسير في زميل لكم من اماكن ثانيه. في بالداخليه وفي اعتقد في المتنوعين يعني. هنعمل هنا بقى ايه بقى؟ هعمل مقايسه
على 100,000 ناخب، انت دايرتك هتبقى 100,000 ناخب، افرض انت رحت دايره ب 300,000 ناخب يبقى انت تصعد الايه؟ الفلوس بتاعتك. رحت لقيت دايرتك 50,000 ناخب يبقى طبعا هتقل على 120,000. فانا جبت مقياس ايه؟ جبت مقياس ل 100,000 ايه؟ ناخب، انت دايرتك هتبقى 100,000 ناخب. طيب. اعمل اول حاجه ايه؟ اول حاجه في المرحله اعمل ايه؟ لازم اعرف انا دايرتي ايه؟ هنقول ان احنا هنعمل المقايسه دي على ايه؟ مدينه رئيسيه بقى خمس ايه؟ خمس احياء. شوف انت بقى حالتك ايه؟ مدينه رئيسيه في ثلاث احياء تبقى انت هت ايه؟ هتقلل، هتزود، هتزود. ايه تاني؟ اربع مجالس كرويه يتباع 11 طريقه وعزبه. عندك عدد اصوات الناخبين المقيدين 100,000 صوت. ده حوالي يعني. على 72 لجنه. انت عايز تعمل ايه؟ اللي بيحضر حوالي كام في مصر؟ 30% 40%، مش كده برضه؟ طب 30% من 100,000 كام؟ 30,000 صوت. طب انت عشان تنجح من اول جوله عايز ايه؟ الاغلبيه اللي هي نص زائد واحد. يبقى عايز 15,000 صوت وواحد. لو جبتهم يبقى انا غلبت اللي معايا كلهم. يبقى انا كسبت الجوله الاولى. لان 50% زائد ايه؟ زائد واحد. يبقى انت عاوز تجيب كام 1000 صوت؟ 15,000 صوت. يبقى انت ترسم خطتك ان هعمل مقرات في اماكن معروفه ان فيها تجربات صوتيه ليا انا مش للي ضدي عشان اجمع 15,000 في ايه؟ صوت. بنظام ايه بقى؟ تتوزع ازاي؟ بمراحل. اول مرحله اللي هي ايه؟ الاعداد والتخطيط الايه؟ الكامل. يبقى نتصور الايه؟ الموضوع كله. وبعد كده اجزع بعد كده. ايه الكامل اعمل ايه؟ اول حاجه تحديد السياسه العامه لاجور العاملين اللي معايا. هو انا لما هشتغل كده هشتغل لله؟ الناس هتشتغل معايا لله؟ الا اللي مين؟ اقاربي، اسرتي، الناس القريبين ليا جدا. انما اي حد تاني جاي اللي عايز ياخد 10 جنيه، اللي عايز ياخد 20 جنيه، اللي عايز ياخد شاي، اللي عايز ياخد قهوه. طيب. تحديد سياسه العمل مع المتطوعين. ايه المتطوع؟ اللي هو المؤيد بتاع حضرتك. مش واحد ايه؟ معجب بفكره حضرتك فجاي يقول لك انا ايه متطوع ان انا اشتغل مع حضرتك. ده ايه؟ ما بيتطوعش كده برضه لله برضه، برضه بياخد ايه؟ بتدي مثلا عربيه جايه تدفعها له، مثلا شاي وقهوه قاعدين في المؤتمر بتدي له شاي وقهوه، كل الحاجات دي مصاريف عليك. ايه تاني؟ اعداد قوائم الناخبين. لازم اعرف قوائم الناخبين عندي ايه؟ واعدها واعرف القوائم الناخبين التكتلات هنا ولا في الدائره دي ولا في الدائره ضدي. طيب ايه تاني؟ احدد اول المواقع مقرات بعد ست مقرات. انا عندي خمس ايه؟ خمس احياء. يبقى كل حي ايه؟ والسادس ده ايه؟ المقر الرئيسي بتاع حضرتك. المقر الرئيسي بتاع المرشحه كذا في كذا، يقول اه ده المقر الرئيسي بتاعها في كذا. يقوم الناس تجي لك هناك. طب كل حي لوحده دي ايه؟ ليه مقر. يبقى انت تجيب المدينه بتاعتك الاساسيه دي كمقر فيها. رئيسي، رئيسي يعني ايه؟ بيشغل كل المقرات الايه؟ الثانيه. طب الحي مثلا حي تاني يقول لك في ايه مقر الاستاذه، في مقر هنا في الحي التاني العاشر، في الحي الخامس في ده مقر، يعني هتعمل خمس ايه؟ مقرات. وهنحسب دلوقتي هتكلم في كام؟ نمسك بقى عندك هنا الموضوع ده بادئ فين؟ افتح صفحه 2 في البافل. لا احنا لسه بنتكلم في الحلقه الاولى. ايوه صفحه 3، صفحه 3 هقول لكم. مجموعه من السجلات الماليه والاداريه اللي هي هقول لك السجلات الماليه والاداريه يعني ايه. صفحه 3 خلاص جبناها. اول حاجه بقى، اول حاجه بعمل غرف عمليات مكونه من خمس افراد. من خمس ايه؟ كل غرفه ليها ايه؟ خمس ايه؟ خمس افراد. بضرب في كام؟ هتقعد ثلاث اشهر. العامل بياخد كام مثلا؟ فعندي فبتقف بتاع كام؟ كلها 23,500 جنيه. يبقى انا اقول له ايه؟ خد بالك انت لو عملت متوسط اجر شهري 300 جنيه لواحد، يبقى عايز 23,000 جنيه مين؟ لبتوع المقرات بس. يوم واحد يقول ناخب يقول لك ايه؟ طب وانا اجيب 23,000 جنيه للمقرات بس؟ طب نعمل 3 4 مقرات بس بدل خمسه. ليه؟ اصل المنطقه ديت فيها خصم ليا كبير قوي، فما اعمل مقر فيها هو كده كسبني كسبني. فانا اوفر ايه؟ فلوسي
واعمل ايه بقى هنا بقى حمله مضاده ليه هو مش بمقر بقى بدعايه ثانيه احيده دي في الحلقه الثالثه والرابعه ابدا احيد بقى مين احيد خصمي بقى اقول لهم لا ده خصمي دوت بيقول ان هو كذا كذا لا هو مش كذا مش ليبرالي ده سياسي ده كذا كذا مش هيعمل كذا ده كذا لازم قبل المرحله الاخيره لازم تحيد خصمك عشان تحيده لازم تجيب ناس متحدثين كل واحد ياخد له مثلا 100 ولا 200 جنيه يخش في مكان معين كده اه ده الاستاذه كذا بتقول كذا كذا لا الاستاذ بتاعتها بتقول كذا كذا والاستاذ دي مش هتعمل كذا كل ده حاجه ليها ايه لا يبقى اول مرحله يا جماعه انا بحط ايه تصور عام للمرحله بتاعتي دي يبقى اول حاجه بحدد المقرات وعندكم اسعارها اهيت سياسه العمل مع المتطوعين بقى وتاني حاجه اعداد القوائم واعداد مجموعات من السيئات الماليه يعني ايه سجلات ماليه احنا قاعدين في مقر اهو بنشتغل كده لله ولا فيها سجلات انا واحد والله دخلنا النهارده عملنا جلسه كان في مش عارف مين جه وقعد مين عملنا مثلا ب 200 جنيه شاي وقهوه وجبنا حاجه ساعه يبقى فيش سجل ان في موجود فين في دفتر بنسجل فيه في السجل اي حاجه مصروفه بحطها فين في السجل تاني حاجه بعمل ايه بحدد بقى المقرات بتاعتي هو المفروض الحمله الانتخابيه 6 شهور المفروض الحمله الانتخابيه المفروض تبقى كام بس طبعا دلوقتي الوضع اللي احنا فيه دوت ممكن يبقى كام يبقى أربعة ممكن ثلاثة أو أربعة ما نضمنش يعني يبقى أنت برضه يعني فاهم قصدي قصدي إيه؟ يعني إحنا عاملين دراسة علمية على كام؟ ست أشهر على ست شهور أنت بقى حسب أنت بقى هتعمل في حساباتك هتبدأ تشتغل حسب إيه؟ الجديد ماشي؟ طيب أهم شيء عندك مقراتك مقراتك ليه؟ الراجل لما يعرف أنت مين هيجي على فين؟ على المقر بتاعك ويجي يقعد يتكلم مع حضرتك وحضرتك طيب هتعمل ايه طب مشكله كذا في القريه هتعملي فيها ايه وخد بالك ان ثلاث ارباع مشاكلنا محليه يعني مثلا عضو مجلس النواب تلاقي واحد بيساله في حاجات ايه بتاع المجلس الشعبي الايه المحلي ما تقولوش لا لو قلت له لا يقوم ماشي يقول لك يا راجل ده مش هتعمل لنا حاجه مش هعمل حاجه لا لازم عضو مجلس النواب يرتقي ان هو بيتكلم مع بيمثل انا اسف كلمه اقل واحد قبل احسن واحد الاقل واحد ده انت بتمثله برضه لازم يحس في انك انت هتروح المجلس هتتكلم بايه باسمه لذلك لما تروح مثلا قريه يبقى عندك مثلا ايه تقول له تركز من القريه ديت في الناس كذا والناس كذا والسيدات كذا والسيدات كذا جيبهم لي الناس اللي بيشتغلوا معاك خد انت خد 500 جنيه وهات لي مثلا ناس كذا من القريه دي واجيب الناس الغلابه ونقعد نتكلم يقول لك ده منين مننا انما لو قعدت كده وبتاع وكذا وانا اعمل كذا لو انت في مكان فلاحين يقول لك لا يا عم ده مش ايه مش هتمثلنا دي تيجي واحده ثانيه تقوم عامله تصرف كده فلاحي شويه وان انا معاك وتتكلم باسلوب ايه اللي هو العادي جدا دوت فيقول الناس اكتسبوها ده بيتوقف على ايه بقى على اللي هينشر فكرك وعلى الناس اللي بيمثلوك في الدايره يقول لك يا راجل ده ماشي معاها واحد وحش او ماشي معاها واحده ما بتعرفش تتكلم يبقى لازم تنقي ايه تنقي الناس اللي معاك فريق العمل اللي معاك ماشي كده طيب الكلام ده بيتم ازاي بقى هنا اول موازنه للمرحله الاولى بتقف حوالي طبقا اللي احنا عارفينه دوت لو انت هتشتغل صح يعني بتوصل 70000 و 80000 جنيه طبعا واحد يقول لك لا طب انا مش هعمل كده بيتوقف على مين بقى عليك انت وعلى المده كمان ساعات انت 6 شهور لما انت 3 شهور يبقى ايه تقل او يبقى انا عايزك انك انت تاهل نفسك ان انت زي واحد في البيت كده واحده مثلا جوزها بيجيب 5000 جنيه وجوزها بيجيب 2000 جنيه ودي بتمشي البيت ودي بتمشي الايه بتمشي البيت طيب ايه مرحله ايه بقى المرحله الثانيه ودي من المراحل بقى الخطيره جدا بتقول المرحله الثانيه تهيئه الراي العام ايه تهيئه الراي العام الاستاذه هتنزل الانتخابات وعملت مقرات وعملت كل حاجه محدش يعرف حاجه لسه تمام اشتريت مقر وجبت ناس وقعدت ناس وبتاع لازم بقى اعمل بقى ايه اهيئ الراي العام ان انا هنزل مش ان انا هعمل لكم حاجه ان انا ايه هنزل الانتخابات يقوم يقول لك خد بالك ده هي هتيجي في اخر فتره ضمن نازل الانتخابات معروفه جدا عملت ايه تهيئ الراي العام انها تنزل الانتخابات بيحمل ايه الكلام باتباع الناس اروح اقول كلمتين هنا ده الاستاذه بتقول بتفكر في موضوع كذا كذا طب ايه انت هي هتنزل لا مش هتنزل هي هم ايه يقولوا لا ما تنزل ولو نزل فعلا هتعمل حق هتعمل كذا ومشروع ده هتعمل فيه كذا وهتقف
ولو الحكومه اخطات هتسحب منها الثقه وعندها قدره تعمل الكلام ده. انسانه قويه وانسانه هتشتغل. يبقى بعمل تهيئه لايه؟ للراي العام. ايه التهيئه للراي العام دي بقى؟ هاتوا مرحلة تانية كده فيها. هاتوا الجدول بتاعها. صفحة 4. بيقول لك ايه؟ بيقول لك 10% من ال 80,000 الاولين اللي حاططهم في حسبة كده، يعني حوالي 8000 جنيه لفترة تهيئة الرأي العام دي بس. ال 80,000 جنيه اللي حسبتهم اول حسبة ديت، خد منهم 10% اول حاجة، خد 10% منهم وهيئ الرأي العام بيهم. وهيئ ايه؟ طب هيئ الرأي العام ازاي؟ ما حددها. قال مصروفات جهود المتطوعين في جلسات نشر الفكر والتقديم. بتتوقع كام بقى؟ لو جبت 3 متطوعين للجلسه بتكلفه 10 جنيه يبقى 300 في 20 جلسه بيساوي 3000 جنيه. تعمل ايه؟ تجيب كذا واحد ايه متطوع، تنقي ناس محترمه كده وتقول له ايه؟ روح اتكلم وانشر الكلام عني. ده اسمه تهيئه الايه؟ الرأي العام. ودي مرحله خطيره جدا. ودي بتقف كنت تقعد 3 أشهر فيها. تقعد تبعت الناس كده، يخش تتجمع، يخش مثلا مصلحه حكوميه، السلام عليكم والله الاستاذ احسان مثلا داخله هتمثلكم في المجلس وكذا وكذا وكذا. يبقى انت هيئت الايه؟ الراجل ده عايز فلوس، مش هيروح كده ببلاش. وهيجي يقول لك ايه يا استاذ انا ركبت تاكسي ما اعرفش منين لفين اخد 10 جنيه، فانت برضه تديله ايه؟ طبعا. ما هو طبعا مش هيروح لله، مش هيصرف هو، مش هيصرف هو على الحمله. مين يصرف على الحمله؟ المرشح. طيب المرشح بس؟ لا، ممكن يجي لك دعايه، ممكن يجي لك اعانه من اي حد. اي حد يدعمك. انما انا لما بنصحك نصيحه ما تعتمدش على الكلام، اعتمد على ايه؟ على ميزانيتك انت. زي كان بقول لك حط لنفسك ميزانيه وامشي عليها. من دلوقتي، يعني انت ان شاء الله من النهارده كده في الجداول اللي ورا بالمقايسات دي تاخدها وتشيل الاسعار دي. انت مثلا قاعد في الدقهليه تبعت للناس بتوع الدقهليه، والله لو انت عملت لي فرشه تتكلف كام؟ بكذا. لو انت عملت لي كذا وتدرب الايه؟ يبقى ده الاساس بتاعك. الباف ده الاساس ايه؟ الاساس اللي انت هتمشي على الجداول اللي هتمشي عليها دي، هي دي الاساس اللي انت هتحدد فيها انت ايه. يبقى انا قلت لك المرحله الثانيه تهيئه الراي العام ديت مهمه جدا. طيب انا خلصت تهيئه الراي العام وقعدت 3 أشهر والناس قالوا يا سلام احنا عايزين نشوف الايه؟ الاستاذه ونسمع بقى ايه؟ فكرها بقى. يبقى اجي مرحله ايه بقى هنا؟ اعبق الناس دي. يعني ايه اعبق بقى؟ اعبق يعني اجيبك معايا. يعني ايه تعبئه؟ لما اقول لك في حاله حرب فلازم نعبق. نعبق يعني ايه؟ نجيب كل الناس عشان ايه؟ نضرب كو. يبقى خلاص انت قبل شهرين خلاص خلصت بقى. يا جماعه مفيش هزار في المقرات، هي شهرين. هنشتغل ازاي؟ هنعبق الراي العام لنا. تعبق الراي العام لنا؟ يعني ايه تعبق الراي العام لنا؟ معناه ان الراجل اللي كان بيفكر يديني يفضل مقتنع انه لسه ايه؟ والمحايد اجيبه ليا. المحايد واحد ماشي في الشارع، حد يقول الاستاذه كذا الاستاذه كذا، يقول له يا عم كبر دماغك. ها؟ ما حدش هيعمل حاجه في المجلس. في المرحله دي لو انت قدرت انك انت ايه؟ تاخده ليك، ما هو مش مع حد تاني. هو لسه مش ايه؟ هيخش يبطل صوته ولا هيدي لهنا ولا هيدي لهنا، يبقى انت المفروض تعمل ايه بقى هنا؟ تجيبه ليك. يبقى في الحته دي مهمه جدا. تعبر الراي العام يعني ايه؟ هتجيب الراجل اللي معاك تخليه يقول له اه فعلا هو مسائل معاك. وبعد كده تاني حاجه تقول له عبقك، هات بقى من المحايد ده، لا هاته معايا برضه. اروح من اماكن ما عارف ان هي مش هتمشي ليا ولا ده، فاروح اقول له لو سمحت ان كذا وكذا وكذا، فعلى الاقل لما يخش يقول لك خلاص الناس دي عبروني قاموا اديني. يبقى اسمها تعبئه ايه؟ يعني لو واحد محايد ليا وانا عارف انه محايد ليا اجيبه برضه. ازاي؟ ان انا حتى قبل انتخابات في 3 شهرين متابع معاه. معاه يحس ان انا ايه؟ جنبه. يقول لك حتى لو مش هعمل حاجه هو جنبي. حتى لو عايز منه حاجه اروح اسلم عليه. يبقى انت عملت ايه؟ جبته وشلته من جانب التحييد لجانب اداك صوته. اللي قاعد مهمل بقى وما جابش، ما قدرش يجيب صوته، ما عبقش، مش هياخد، مش هيديله. يقول له هو ما عبرنيش اصلا. يعني ممكن حد يقول له هو عبر، هي عبرتنا. هي بتيجي الدايره، انا بشوفها في الحي، انا بشوفها في القريه. برغم ان هي ممكن تشتغل شغل افضل وتعمل حاجات كتيره جدا، بس عدم وجودها في القريه اثر ايه؟ يبقى تعبئه يعني ايه؟ يعني المرشح ينزل كل الاماكن وقايل لكم هيأجر ازاي والكلام ده كله، كاتب لكم الكلام ده كله.
يأجر عربيات ويأجر ناس ولافتات وكل ده بأسعارها مقايسات موجودة، وتنزل لك لك شعاراتك ولك صورك في كل حتة. مش هتعمل الكلام ده كله فمش هتعرفك. يقول لك ده اذا كان هو ما عاوزش يدخل انتخابات هيخش المجلس يعمل ايه؟ يقول لك هو كده اذا كان مش قادر ايه يعمل دعايه لنفسه، هيعمل ايه مع الناس الثقيله اللي موجوده في المجلس؟ ما هو برضو عنده ايه تصور وعنده تخيل. طيب احنا صفحه 4. طيب هتنفذ ازاي بقى؟ تعمل 3 ندوات انتخابيه. الله، نقطه مهمه قوي. ندوات، احد يقول لي طب هنعمل مؤتمر. لا، اوعى تعمل مؤتمر دلوقتي، اوعى تعمل مؤتمر قبل ندوه. يعني ايه الكلام ده؟ اوعى تعمل مؤتمر قبل ندوه. يعني ايه ندوه ويعني ايه مؤتمر؟ ندوه المرشحه الاستاذه كذا هتعمل ندوه مثلا عن موضوع كذا في اصل ثقافه مثلا البلد. يبقى الندوه عباره عن ايه؟ مكان مغلق ااجره، سواء اي مكان، قاعة زي مثلا القاعة هنا مثلا كده. انا عملت ندوه عن ايه؟ عن مثلا المراه ودورها في تنميه المجتمع. مين اللي عملت الموضوع ده يا جماعه؟ المرشحه كذا كذا كذا، اسمها ايه؟ ندوه. ده فين بقى؟ كل ده في التعبئه. بعمل ايه بقى في الكلام ده كله؟ اعمل ندوه. الندوه هتبقى عباره عن ايه؟ عايز ايه الندوه؟ وانا عامل مقايسه في اخر ورقه هوريها لكم. بروح اجيب فراشه في الاول كده، لازم صوره كبيره كده للمرشحه في بداية المبنى اللي معمول في الندوة، الأستاذة كذا كذا وندوة كذا 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 مرشحة مجلس النواب مقعد كذا، اكتب اللي انت عايزه بقى. وتقوم جايب بقى مين؟ الناس اللي بتوع اللي شغالين معاكوا بقى، 5 تنفار موجودين، هتجيب إضاءة، هتجيب شاي. في نقطة بقى، الشاي اللي هتجيبه في الندوة أو الحاجة السعر اللي جايه في الندوة تكون أرقى من اللي هتجيبها فين؟ في المؤتمر. خد بالك من النقطة دي مهمة، ارقم اللي في المؤتمر. الندوه دي معناها ان انت قاعد وناس ايه؟ مش اي حد هيجي لك في الشارع يقول لك ندوه ايه يا سيدي؟ انا مالي بتاع ندوه؟ صفوه مختلفه، صفوه مختلفه. فبيقيمك في اللي انت بتقدمه له، بيديك ايه؟ بيديك تقييم في شغلك في الندوه وكلامك وادارتك للندوه واللي انت بتقدمه في الندوه. طب ايه المؤتمر؟ المؤتمر ده بتقوم عامل شادر في الشعب كده وتقعد بقى تزعق وهنعمل والمحافظ وهشيل مش كده؟ بيبقى مين؟ اي حد ماشي في الشارع ماشي هيشرب حاجه ساقعه بجنيه. انما الحاجه الساقعه وانا متعمد احطها 4 جنيه هنا في الندوه، واحد بيستغرب في الدكتور بيقول لي انت حاجه الساقعه في الندوه 4 جنيه وفي المؤتمر 4 جنيه. قلت له اصل المؤتمر ده عباره عن ايه؟ واحد ماشي في الشارع داخل بيقول لك اشرب حاجه ساقعه وامشي. يا عم سيبك ولا مؤتمر ولا بتاع، مش كده؟ وبيقعد يسمع ايه؟ كلمتين وياخد بعده ايه؟ ويمشي. يبقى السنت هنا برضه جذبته. حتى لما يروح ساعه الانتخابات يقول له ايه؟ والله يا عم حتى انا ما اعرفش عنها حاجه، بس انا وقفت هناك وشفت حتى حاجه ساقعه والله انا مديها. ما هو كده ليه صوت برضه ماشي واصل. انا قصدي ايه؟ يبقى خد بالك مرحله الندوه قبل الايه؟ المؤتمر. وخد بالك وانت في الندوه تكون على سنجة 10 في كل حاجه بتقدمها وفي كلامك. يعني ما تزعقش في الندوه، ما تزعقش فين؟ انما في المؤتمر لازم تزعق. ايه موضوع تزعق ده؟ كان زمان في العالم يقول لك ايه؟ رئيس الدولة إذا ما زعقش في الخطاب زعقتين ما يبقاش ايه؟ خطيب. لازم يقول واعمل ومش عارف ايه؟ وتقوم الناس اللي حواليك اللي أنت مقبضهم ايه؟ الكلام ده مش 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 خلل. الكلام ده علم. الكلام ده علم بيشجع الواحد. زي ما واحد مثلا يسمع موسيقى مثلا خطيرة يقول لك ايه؟ موسيقى وطنية. يقعد يضرب بالطبل وبتاع عشان ايه؟ يحمي الجنود، مش كده؟ اسمها ايه؟ وثيقه موسيقى وطنيه، يقول لك بيحمي الجنود. لازم وانت في المؤتمر في 5 6 قاعدين الله اكبر مش عارف ايه، ولازم دي ايه؟ متفق عليها دي عملها. حاجه ايه؟ اذا ما عملتش انت كده مش هيدور اسمك. بتاع الميكروس مش هيعرفك. يقول له انا كنت في مؤتمر بتاع الاستاذه كذا وكان مؤتمر والع واتكلمت وزعقت. ده بص ديت بقى لازم نشوف هنعمل معاها ايه، لازم نقف معاها. ويمتش حاجة بس هي زعقت في ايه؟ في كذا نقطة تخصهم كده متزعقة مزعقة فيهم. انما في الندوة بقى ما تزعقش. الندوة قاعدة حضرت كذا وان شاء الله هنعمل كذا. انت هنا بتتكلمي كأنك قاعدة فين بقى؟ في المجلس مع وزراء مع ناس راقية
والله هنتناقش في نقطه كذا وهنعمل كذا وفكرتي كذا، والله الحقيقه ده ممكن نعمل فيه كذا، ممكن نغير نظام مثلا كذا ونعمل نظام الاداري كذا واللامركزيه الماليه والكلام اللي ايه، واذا تحفظ لك مصطلحين ايه كبار عشان تتكلم فيهم فين في الندوه. الندوه دي تقسيمتها فين؟ انا عاملها لك في صفحه كل حاجه عليها لوحدها. صفحة 8 تكاليف ايه؟ افتحوا كده صفحة 8 تكاليف الندوة بتتعمل ازاي؟ ده اللي يهمني معاكم، الورقة معاكم هتقروها زي ما بقول، بس أنا عايز أوصل لك معلومة ايه؟ تعمل ايه قبل ايه؟ وليه الرقم ده محطوط الرقم ده مش محطوط؟ ماشي؟ نمسك كده أول حاجة بيقول ايه في الندوة؟ هتقوم جاية كده وتجيب الناس اللي معاكي في المقررات، تعالوا يا جماعة نقعد نتكلم عشان احنا هنثبتها. ايوه يا استاذ هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ندوه يا جماعه اسمها كذا. محتاجين ايه؟ اول حاجه فراشه. فراشه. عايزين فراشه؟ خلاص. كم يا عم الحاج الفراشه؟ قال لك ب 1000 جنيه اعمل لك الفراشه بتاعتها ب 1000 ايه؟ في الندوه، لان الندوه مش ايه؟ زي المؤتمر. الندوه دي حقها ايه؟ مكان صغير. عدد محدود. عدد محدود. قال لك هعمل لك ب 1000 جنيه. تدري قيمتها تدري كام؟ 1000 جنيه. عايز ايه تاني؟ مشروبات. 200 مشروب. الندوه عددها ايه؟ قليل. انا عايز اعرف 4 جنيه اللي بعته لك ايه هو ده حتى ده كنز ب 3 جنيه انا عايز اقول لك 4 جنيه ليه انا عايز اوضح لك ان خد بالك اهتم بدي لان احنا بعض الشعب ايه بيحب الاكل والشرب حتى في الاجتماعات دي طبيعتنا فانت خد له الحته دي برده وانت له ايه اكذبه منها قول له شوف انا معاك اهو يقول لك ده قدم لنا مشروب في الندوه ب 4 جنيه ولا ب 5 جنيه يا عم ها لا ده الراجل ده ممكن يقدر يعمل حاجه لان احنا عندنا في دماغنا اللي معاه فلوس هو اللي بيقدر ايه؟ اللي بيعمل. يا عم يقعد يقول لك يا عم ده مش ما بتفكرش هتعمل ايه في وسط الناس الغلابه اللي جوه دول يعني فمش هيديك الصوت. امتى يديك الصوت لما يحس ان انت ايه؟ قوي. اه ده خد بالك بيه هتعمل لنا حقنا. هيتكتل معاه. طب تاني حاجه ايه احنا قلنا؟ انت لا تقول سيارات. انت عايز 10 وكل واحد عايز 25 جنيه بكام؟ ب 250 جنيه. اكتب. الكلام ده اكتبه فين؟ في السجلات اللي عندك. سجلات. تعمل نفسك سجلات. وتقول اه ده النهارده في واحد اتصل قال لي يا حاجه ده في ده المرشح اللي قدامك عامل كذا عربيه وقال كلام كبير قوي في الدايره طب ايه رايك ده انا جيت 5 عربيات واعمل ايه؟ وارد عليه دكتور بعد اذنك اتفضلي هي المفروض السجلات دي هيبقى عليها محاسب قانوني وبعد كده هتروح البنك لا انا هقول لك بقى تعمل انا بعمل الكلام ده ليه وهقول لك في الاخر تعمل ليه عشان لو في حد طعن ويقول لك ده الاستاذه كذا صرفت اكتر من 500000 جنيه عشان يشرحك ويطلعك شافك ان انت بقى قويه فعلا وهي معاها فلوس ويقول لك سيبها تصرف سيبها تصرف واكتب عليها يخلي واحد عنده يسجل لها هي الايه؟ انت عملت الندوه كل افتتاح انت كلف 3000 جنيه انت عملتها ب 50000 جنيه ولا 20000 جنيه يا عم دفتر حساب الصندوق سعادتك هتحط على الدفتر فانت تعمل ايه؟ تعمل ديت وتعمل مقايسه منين؟ ما انا هقول لكم دلوقتي بعد كده ان شاء الله تاخد الورقه ديت من بتاع الفراشه تفضيها وتبعت لمين للمقايسه اللي ورقه الورقه ديت؟ يا بتاع الفراشه لما تحب اعمل تعمل لي المؤتمر تكلفوا لي كذا 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 تبقى انت خدتها منه ايه؟ دليل مميز عشان انت بعد كده تتفق معاه لما يجي يتحاسب بقى عندك انت عليك حاجه تجي جهه حكوميه تيجي تحاسبك اتفضلي يا حضرتك معايا فاتوره بالمشروبات وفاتوره بالانتقالات والكلام ده وانا جاي في نجيب مثلا حاجه ب 4 جنيه انا 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 عايز انا عايز هو ايه نوعيه لو سمحت احنا عايزين نسمعه الاول وبعد كده خلاص ماشي نمشي يا فندم ثانية واحدة خلاص ثانية واحدة حضرتك ثانية واحدة حضرتك كتير ماشي حضرتك ثانية واحدة عايز واحدة كده أكيد مش هسيبك أنا هرجع إيه نوعية بس الحضور اللي بتبقى موجودة في الندوة هل دولت بيحتاجوا فعلا كلمة ولا سمعتهم؟ جميل يا فندم احنا معانا أول سجاير أنا أعطاني سجاير خلاص بعد كده حضرتكم ثانية واحدة خلاص بعد كده خلاص بعد إذن حضرتك ثانية واحدة خلاص أنا مقتنع بكلامك يا أستاذ بعد إذنكم يا جماعة هنتكلم والمداخلة بعد الكلام أنا ما أخلص هقول لكم ده خلاص يا فندم ماشي هرجع بقى ماشي هرجع يا جماعه طيب نمسك بقى نكمل وهكلمك كروت دعوه انت عامل عامله كام كارت دعوه انت هتبعت تدعي للناس المؤتمر مش هتعمل دعوه دعوه الناس فخمه يعني هتعمل 250 دعوه لان قليل الناس قاعدين قليلين بجنيه يا 250 جنيه متحدثون ايه المتحدثون دي بقى؟ ثانيه واحده خلاص يا ايه المتحدثون؟ لازم تجيب في الندوه ناس هتتكلم تبقى انت متاكد الناس اللي هتتكلم ديت ممكن واحد فيهم ايه يكون مسوق ويقوم ايه
قلب الترابيزه عليك. يبقى لازم تجيب خمسه متحدثين اللي هم مين؟ إيه انت متاكد منين؟ منهم. هتدي واحد 100 جنيه. قام قايم وقول والله الحاجه احنا دايما متعودين منها انها معانا وجنبنا وهتعمل كل ايه؟ الحاجه اللي احنا عايزينها. شكرا ويسقفوا. ماشي بس عادي محترم برضه. الناس اللي يكونوا موجودين ناس على مستوى برضه يكون ايه؟ محترم ما يزعقش وما يتكلمش وما ايه؟ ما يجيش كلام ايه؟ مش زي المؤتمر بقى، المؤتمر ده انت عايزك 3 4 سقيفه و3 4 كذا ودول بقى ايه اسعارهم عاليه. تصوير فيديو. انا عشان مثلا 300 جنيه، 300 جنيه تصوير فيديو. شوف انا مسجل كل حاجه ازاي؟ بحيث تديك الورقه دي هتحطها عندك في مكتبك هتعرف ان انت مش هشوف عليك حاجه. هتقول لا ده كان خد بالك انا هسيب لكم الورقه دي معاكم. انتوا هتاخدوها هتفضي الارقام دي تحط الارقام اللي انت ايه؟ اللي عندك الدايره. ايوه كلها حسب دايرتك تشتغل بقى انت. طيب ايه بعد كده الفيديو؟ واحدة صوت كاملة. واحد يقول لك لا عشان اشتغل فيديو عايز واحدة صوت. برضه عليها ايه؟ عليها فلوس، هياخد منك فلوس. انا عايزك انا رصد كل حاجة بحيث ان انت لو حد جالك فلوس تبقى انت متوقعها. تبقى انت ايه؟ عامل ايه؟ لا انا مسجلها. كاتب كل حاجة موجودة هنا. طب ايه تاني؟ سيارات اعلام. وانت عامل الندوة كده لازم سيارة تقول اه والله الأستاذة كذا هتقيم ندوة عن كذا كذا اليوم الساعة كذا. مش كده؟ يبقى برضه سيارة. عايز تجيب لله؟ عايز برضه فلوس. ماشي. تجهيز لموضوع الندوة. خد بالك الندوة هتتكلم عن ايه؟ دور المرأة في تنمية المجتمع. اروح ادي واحد مثلا متخصص مبلغ ويجيب لي ايه؟ ويعمل لي ايه؟ خد بالك هتتكلم في كذا، واحد هيتكلم في كذا، واحد هيتكلم في ايه؟ يبقى برضه التجهيز ده عليه ايه؟ فلوس. طيب ايه تاني؟ تقرير مالي وفني. ايه تقرير مالي وفني؟ وانا قاعد في الدورة في واحد بيسجل اللي انا بعمله. انا كنت طالب حاجه ب 4 جنيه نزل حاجه ب 4 جنيه فعلا. نزل حاجه بكام؟ 3 جنيه. واخد مني هو فرق مني جنيه من ورايا. طيب ايه اللي الحاجات الكلام اللي اتقال هو اللي كنت عايز اقوله؟ ماشي يبقى تقرير مالي وايه؟ وفني. كل حاجه ليها ايه؟ ليها نظام وليها فلوس. عمل بعد المؤتمر بعد اللي بعد لا معلش بعد المؤتمر انا عايز اقول هو عدى النقطه دي. اتفضلي عدى ايه؟ اديت ايه؟ جهاز اداره الندوات. يعني ايه بقى اداره الندوات؟ في ناس بتبقى متواجده عشان يقول لك ايه؟ يقول لك استاذه مش الوقت يا استاذه انت خلي الاستاذ يتكلم. ده واحد اسمه بيدير الايه؟ الندوه. بيدير الندوه. ده هو مش المرشحه بقى. المرشحه ما بتديرش الندوه. المرشحه يعتبر مسؤوله امام الناس وكله يسالها وكله عايز يشوف هي مين. يعني المرشحه هي انسانة موجودة عشان تعبر عن رأيها قدام الناس، بتقنعهم ان هي مرشحة مجلس النواب. عمل تجهيز الندوة احنا قلنا عمال بقى، عمال مين؟ ومش في عمال هتبقى موجودين؟ لا حد مش موجودين، لا حد بيقدم حاجة ساعة. لا عامل عايز برضه ايه؟ والله حاجة كنت حاجة الحاجة الحلوة بتاعتي، مش كده؟ طيب يبقى برضه عامل ايه؟ حسابها. ايه بقى بوابات ولافتات اعلانية؟ يعني ايه بوابات؟ ممكن انت واحد مثلا راجل اللي عاوز يعمل ندوة على مستوى عالي، تبع البوابة الفين. Bueno.